مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كريمة الشوكولا بالكاكاو لتزيين الكيك. عنا 200 جرام سكر بودرة، 40 جرام كاكاو، 75 جرام زبدة، 50 جرام مي مغلي، ربع ملعقة صغيرة ملح، و40 جرام شوكولا خام. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط الملح فوق السكر والكاكاو، بحركهم مع بعض. بحط الزبدة، كمان المي المغلي، وبدوب الشوكولاه بالميكرويف. بخفقهم مع بعض على سرعة خفيفة. بوقف شوي بحركهم مع اللي خفقتهم. بجمعهم بهيدا الشكل لأخفقهم مع بعض. بس دوبت الشوكولا هلأ منحطهم فوقهم كمان ومنكفي الخفق. بسم الله. هاي الكريمة صارت جاهزة للتزيين، منحطها بالبراد 10 دقايق ومنبلش تزيين فيها. هيدي الكريمة بعد ما حطيتها بالبراد 10 دقايق منحركها مع بعض قبل الاستعمال. كريمة كتير طريقة ناجحة. هيدا الشكل، وهلأ صارت جاهزة للاستخدام. بحط الكريمة بالكيس. بهيدا الشكل. شفتوا كيف؟ كتير ناجحة. هذه الكريمة اللي عملتها أنا وياكم من الكاكاو. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.